السلام عليكم أصدقاء، مرحبا بكم في فيديو جديد. أصعب حاجة في الحياة هي الخذلان، أصعب حاجة في الحياة هي النصب والاحتيال. ولكن واش عارفين على أن الشاف بوراق المعروف في تركيا تعرض للنصب من الأب ديالو؟ أي سيدي، من الأب ديالو. كيفاش عندنا الأب ديالك يقدر ينصب عليك؟ فهذه هي أقوى طرق الخيانة على مر التاريخ، ربما تقدر تسمعها هذا المرة. أي سيدي، فالشاف بوراق من بعد ما حقق واحد الشهرة كبيرة فتح واحد المطاعم اللي كثيرة في تركيا، تجاوزت المبيعات ديالها حوالي مبالغ كثيرة اللي دخلت هاد المحلات اللي بناها ولا اللي شيدها بوراق الشيف تركي. فكيبلغ المتابعين ديالو الأكثر من 49 مليون متابع على منصة الانستغرام. ولكن في هذا الفيديو غادي نعرفوا شنو هو السبب اللي خلى الاب ديالو ينصب عليه بهذه الطريقه، ديال انه يحول هاد الممتلكات ديالو لواحد الرجل اخر ويبيعها لواحد الرجل اعمال اجنبي. فلو بغيتي تعرف هادشي كامل فنصحك انك دير لي لايك وتشترك معايا في لاشين باش يوصلك مواضيع جديده، مواضيع الساعه، ودعمني اكثر باش نكمل في هاد المسيره ديال المواضيع الجديده، ونحاول اني نبي لكم فيديوهات حول مواضيع اللي حديثه. فما علينا، كامل كنعرفوا على ان بوراق هو واحد الشخص اللي كيدير الحسنات وكيدير واحد الاعمال، لدرجه انه الناس اللي كيكونوا في الصومان كيساعدهم بواحد الماكولات اللي كيديرها، اللي كيشاركها في انستغرام ولا في تيك توك ولا في فيسبوك كذلك ولا في اليوتيوب. وما علينا، فالاب ديالو شنو هو السبب اللي غادي يخليه يمشي يستولى على الاملاك ديالو ويحولها لرجل اعمال اجنبي من بعد ما غادي يبيعها ليه؟ فشنو هو السبب؟ السبب على ما كيقولوا على ان بوراق قدم واحد المساعدات للناس المتضررين من الزلزال اللي كانت عرفاته تركيا في ديك الحاله. فهنا ذكرت بعض الصحيفات الالكترونيه على ان اب بوراق رفض هذا العمل الخيري اللي قام به الابن ديالو بوراق. بالنسبه ليه كمسلم، فان الاسلام كيدعي لانك تتعامل مع الاخ ديالك، فالعكس ديال الاب ديالو فما بغاش هاد الاعمال يقوم بها الابن ديالو، من ثم غادي يحقد عليه وغادي يحاول انه يدير ليه واحد السبب. فبعض الناس كيقولوا على ان هذا هو السبب اللي خلى الاب ديال بوراق انه يخذل الابن ديالو بهذا العمل، حيث ان بوراق خرج بواحد الفيديو عبر فيه عن خيبه الامل اللي وصلته من الاب ديالو اللي كان هو القدوه ديالو واللي كان في الاعمال ديالو كيحمل الاسم ديالو، اللي هو بوراق كيحمل الاسم والكنيه ديال الاب ديالو في جميع الحفلات ولجميع الاحتفالات، ومع ذلك فخذله. فالبعض من الناس اتفقوا على ان العمل اللي قام به بوراق تجاه الاب ديالو هو واحد الامر اللي عادي، فان الاب ديالك خذلك يمكن لك انك تدعي للقضاء. والبعض الاخر قال فان الاب ديالو ما خاصوش يعمل معاه داك الشيء، رغم انه فانه كيبقى الاب ديالو، رغم هذا الشيء اللي دار معاه فكيبقى الاب ديالو. فانتوما مع اين طرف كتشاف؟ مع الطرف اللي كيقولوا واخا يكون الاب ديالك فالقضاء هو اللي كيفرق بيناتكم هو اللي كيحكم بيناتكم، ولا مع الطرف الاخر اللي كيقول واخا يكون الاب ديالك غلط معاك فانك تسامحه، خاصك تسامحه واخا يكون غلط معاك في اي حاله فكيبقى الاب ديالك. شاركوني الراي ديالكم في التعليق وديروا لايك واشتركوا معايا في لاشين. تهلاو.